بحسب توقعات مؤشر الإجهاد المائي فإن العراق سيكون أرضا بلا أنهار بحلول عام 2040، ما مدى دقة أو واقعية هكذا توقعات خاصة في ظل المعطيات يعني الخطيرة التي تفضلت بها؟ ما تقولين هو صحيح، حسب رأي الخبراء في عام 2040 سيكون عراقا بلا أنهار. يعني عراقا بلا أنهار، لا توجد مياه كافية لكي تصل إلى شط العرب، على الرغم أن شط العرب اليوم مقطوع المياه من الفرات. يعني هنالك سد قاطعة عملت عام 2010 لرفع منسوب الفرات وتغذية الأهوار، لكن حتى دجلة في عام 2040 يقال أنه لا مياه تصل من ناظم القلعة، قلعة صالح، إلى شط العرب. الذي أريد أن أقوله أننا انتقلنا من وفرة المياه، من الاسترخاء المائي إلى الإجهاد المائي، وعبرنا الإجهاد المائي اليوم إلى الندرة المائية، وسنعبر الندرة المائية إلى الندرة المطلقة. ماذا يعني؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني حسب المقاييس الدولية، حتى نكون إحنا في حالة الوفرة، لازم حصة الفرد الواحد من المياه سنويا تتجاوز 1700 متر مكعب على الثانية. بين 1700 متر مكعب بالثانية إلى 1000 متر مكعب بالثانية سنويا نكون في حالة ندرة. نكون في حالة ندرة من 1000 إلى 2000، من في حالة إجهاد من 1000 إلى 500 متر مكعب بالسنة نكون في حالة ندرة. تحت ال 500 متر مكعب بالسنة للفرد الواحد نكون في حالة الإجهاد المطلق. احنا طبعا نزلنا هسه احنا تحت الألف، بينما كنا مثلا لسنوات سابقة سبعينات ثمانينات القرن الماضي حصة الفرد العراقي السنوي تتجاوز 3000 متر مكعب سنويا. وحتى حتى كانون الثاني عام 2014 كانت حصة الفرد العراقي بحدود ال 1700 متر مكعب بالثانية، اليوم نزلنا إلى أقل من 700 متر مكعب بالثانية. لكي أبين ما يحدث اليوم، المياه الواصلة لذي قار، ذي قار للزراعة وللأهوار والاستخدامات إنتاج الطاقة الكهربائية وللتدفق الماء البيئي لا يتجاوز ال 40 متر مكعب بالثانية، بينما يفترض أن لا تقل على عن 60 متر مكعب بالثانية. لكن طبعا هذا الوزير استلم وزارة هشيمة، الوزير الحالي استلم الوزارة وليس لديه سوى 8 مليارات متر مكعب في سدودنا الرئيسية. بينما الوزارات السابقة من عام 2021 حتى عام 2022 استهلكت ما مقداره 53 مليار متر مكعب. الذي أريد أن أقوله، إضافة للسياسة الجيوسياسية التركية وإضافة إلى التغير المناخي وتأثيرات التغير المناخي، هناك سوء في استخدامات المياه وفي استهلاك المياه وفي توزيع المياه من عام 2003 حتى اليوم. وإحنا وصلنا طبعا مثل ما يقولون في الريف، الفأس وقع في الرأس. يعني ما الذي يستطيع أن يفعله الوزير في ظل خزانات شبه فارغة وتغير مناخي هائل وتبخر يزيد من المشكلة؟ معدل تبخرنا السنوي 2.8 متر سنويا، احنا نخسر بالتبخر ما مقداره 9 مليارات متر مكعب سنويا، وهي اكثر من اضعاف حاجة الأردن للمياه السنوية.